على جري العادة المواجي يتقدم موسم الرطب والغرة وصفته. ستطرح عذوق هذه النخلة الجميلة رطب خلاص قريباً، وربما ستكون على المائدة نهاية شهر أغسطس لتزين موائد البحرينيين مع اللوز والتين البحريني. لكن وعلى جري العادة تقدم المواجي موسم الرطب، والذي عادة ما يجنى خلال الفترة من منتصف يوليو إلى أواخر سبتمبر من كل عام، فيما وصفته الغرة نضجت هي الأخرى ونزلت إلى الأسواق، ولم تتأخر البشيرات والطيار أيضا، وهما من الرطب الجني الذي شق طريقه نحو الأسواق. خلال الأيام الماضية توالى نزول 4 أنواع من الرطب إلى الأسواق: المواجي، الغرة، البشيرات والطيار. لكن المزارع الحاج جميل خميس يشير إلى أن هذه الأيام هي باكورة جني الرطب، والأنواع 4 هي التي تأتي كما هو معتاد في أول الموسم. ومع ذلك فلم يتبقى الكثير لجني الخنيزي والخلاص والمرزبان وخصائب العصفور، بالإضافة إلى الحلاو والخواج، لأن الحاج خميس ومن خبرته الطويلة كنخلاوي يقول أن نوعين يبقيان صامدان حتى نهاية الموسم، وهما البرحي والهلالي. حتى الآن فإن سعر كيلو الأنواع 4 هو 1.5 دينار، أي أقل من سعر كيلو التين وكيلو اللوز البحريني الذي يتراوح بين 3 إلى 4 دنانير للكيلو. ويفضل غالبية البحرينيين رطب الإخلاص، ومعه نوعان مميزان لكنهما ليس بكثرة توافر الإخلاص، وهما الحاتمي والشيشي، وفي الغالب يتم استيرادهما من المملكة العربية السعودية. استعد بعض المزارعين لموسم جني أنواع من الرطب المفضلة، وهي نبتة سيف وحلاو تاروت والشهل والبريمي. وعلى جري العادة كذلك يبدأ موسم الجني في الأسبوع الأخير من شهر يوليو أو الأسبوع الأول من شهر أغسطس. من الموروث الشعبي يستقبل بعض البحرينيين والخليجيين لا سيما كبار السن أول محصول من الرطب حال وصوله إلى منزلهم بالصلاة على النبي ووضعه على عيونهم تبركا وحمدا بهذه النعمة وتيمنا بالصحة والعافية.